هنا القاهرة. بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيه. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم إحدى روائع المسرح العربي قيل لبنى للشاعر عزيز أباظة. الألحان محمد فوزي، التوزيع الموسيقي علي فراج، الغناء نازك عادل مأمون عباس البليدي والمجموعة. قيس ولبنى أعدها للإذاعة ويخرجها محمد الطوخي. قيس ولبنى قصة أحداثها عبر الدهور، بشرية النزعات، إنسانية الضعف الغيور. هي قصة الظلم المرير يطيح بالعيش النظير، ورواية الحب الكبير يصاب بالحقد الكبير. من رسولي لها ببثي ووجدي وحنيني ولو وعدي واشتياقي. من رسولي لها بألحان حافظ العهد ولهن خفاقي. كلما لجت الصبابة بالعشاق لج المسكين بالأشواق. الصبابة بالعشاق ضج المسكين
يا عزو، ما أنباء يثرب؟ حدثي عنها وقولي ما عرفت أو اكذبي. لم ندري ما صنع الزمان بيثرب يا عزو. بل قولي بساكن يثرب. ما كان أهوننا عليه، ففي مدى شهرين لم يلمم ولم يتأوب، قد طال منه تباعد وتجنب. أفتيه من متباعد متجنب. لبنى، عرفت غرامه ووفاءه، وعلمت أي منى يروم مطلبي. أهلكما ظلموا ولم يتورعوا، بعدا لهم من حاضرين وغيبي. أبواه قد أبي عليه رجاءه، وأبوك لاقاه بوجه مجدبي. يا عزو، فلنسأل لقومين الهدى، وحيرتاه من أبيه ومن أبي. ما ضر قيسا والحياة شفاعة، لو قد تشفع بالحسين بن النبي. إن الحسين رضيع ثدي أمه، ما إن يرى لرجائه بمخيبي. يا عزو، قد كان يجدي ما ذهبت له، لو لم تكت كبر الأحداث تندلع. منى تمنيتها يا عز ضائعة، إن الحسين لمعني بما يقع. هذا أبي وابن حزم يقبلان معا، تغشاهما حدة تبدو بوادرها، في فتية من بني الأعمام يقدمهم خطيب كعب وراويها وشاعرها. سلام درتي كعب ومجلى فخرها الأثنى، ومن أفضل من عز ومن أكرم من لبنى. إن لي مجلسا هلم إليه، نلتمس فيه وحدة يا ابن حزم، قد نتم الحديث في ذلك الأمر، وقد ننتهي لرأي وحكم. فإن عجب أديري علينا شهي السير وقولي، فقولك راح الصبر. فديتك لبنى، فهل عن هوى حديث وهل عن محب خبر؟ وما شأنكم بهوى العاشقين؟ كفاهم عذابهم المستعر، دعوهم لنار تقض الحديد ولاعج شوق يذيب الحجر. أتسمع مالك قول الفتاة؟ أجل، فهو ترجيع وجد القهر. أتحسبها جد مشغوفة؟ كأنك لا تستسيغ الخبر. تأمل، ترى الوجد في عينها، وما يفضح الوجد مثل النظر. لكن الله لبنى، أثرت الفؤاد فما اعتز إلا بذل الأثر. وقفت عليك غرام الشباب وهمت بغيري، عدتك الغير. ويدك مالك لا تبتئس، فما أقرب اليسر بعد العسر. أليس لهمسكما آخر؟ ففي الهمس مفسدة للطمع. ترى أي عرض تناولتما، وأي الغواني وأي الأسر. فلا ويحكم من شباب غوى فلم يلق في غيه أو يذر، تأنق في جهله عابثا وأمعن في لهوه وانفجر. ما بالها تتحدى؟ ما خطبها يا مطيع؟ ما خطبها؟ كل شيء لعز حل بديع، حب مؤات وحب طاغ وشمل جميع. يا للكذوب المداد، كل الرجال كذلك، من عهد عهد جنيتم على النساء المهالك. القول كالصبح ضاح والفعل كالليل حالك. يا عزو، حسبك قالا، لقد ظلمت الرجال، هم أمننا وحمانا وحسننا أن ننال. براهم الله عونا لنا وعزا ومالا. لبنى تدافع عنا؟ فديت لبنى بنفسي. لم لا تدافع عنكم؟ ألستم جنس قيس؟ ماذا تقول هذه الصرصارة؟ تذكر أمرا قد حملنا عاره، تذكر أمرا عزنا أن نحسبه،
جر علينا القالة المذممة، كنا فهنا كالقنا المحطمة، مما روى الجيل ومما جمجمة عن مغرم يغزو الحمى لمغرمة. مالك أحسنت الزيادة عنا، لكنك ازددت علينا مينا. ذقت إذا بشعر قيس أذنى؟ وكان أولى أن تراه فنا، جدد في السحر الحلال لونا، غنت به البيد فكان لحنا، واحتفل الدهر به وجنا. ألم يقولوا عنه قيس لبنى؟ ما كل رام نال ما تمنى. أرضيك أن نتبوا للبنى شاعرا نذقا رماها بالشنيع ونالها؟ ما زال يلقي حولها بنسيبه ريبا تلمسها ومد ظلالها. لو كان يصدق في هواه كما ادعى لرعى مكانتها وصان جلالها. في آل عمك كل كفء ماجد لبس الفتوة الساحبا أذيالها، يحمون أعراض العشيرة بالقنا ويقربون على الندى أموالها. أعرضت عن أمر أظنك جاهلا أني أحط بسره وعرفته، طالعته وأراك تؤثر كتمه، ولمحته في ناظريك وشمته، ووددت لو أني أجبتك للذي ترجو، ولكن مطلب ما استطعته. فاردد هواك إذن، وحسبك أنني أحسسته فقدرته ورحمته. إن كنت مالك قد فقدتك صاحبا، فلقد حفظتك لي أخا فديته. أراكم قد ذهبتم في حواركم مذاهبا يستقيها العاقل الفهم. عودوا إلى سمر، فالليل مبتسم للسامرين، وعند الصبح فاختصموا. إني أرى عصبة تدنو. أتعرفهم؟ أكاد أعرفهم، ها قيس بينه. قيس؟ لعمري فما نبقي عليه، فما لمثله عندنا غهد ولا ذمم. من ذلك السابق الداني؟ أجهله، هذا صفي بن خير الناس كلهم، صفي من تعرف البطخاء وصفته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا عتيق وقيس في صحابته، من أجل لبنى وأيم الله قد قدموا. ليس الشفيع بمن تكدي شفاعته، تكاد تندك آمالي وتنهدم. هل يأذن الله بتفريج كربه؟
توبتي المكروه يا ديار الحبيب يا ديار الحبيب. ديار الحبيب، هل يأذن الله بتفريج كربة المكروب؟ أمل راضه الحسين فما أحراه بالفوز والنجاح القريب. هذه دارها وتلك سماها، شرفت أربعا وعزت سماء. رب هيئ لنا رشادا من الأمر، وحقق بابن النبي الرجاء. يا أخي قيس، جئت أرعى الإخاء، هل تراني أجزيك إلا وفاء؟ لم تجدني لولا الحسين المفدى خاطبا محسنا لترب الأساء. أنت تدري عاد القبائل يا قيس، فلم رحت تتبع الشعراء؟ ترسل الشعر معجزا يرقص البيدة ولكن يروع الآباء. يا رسول الحسين، كنت ملاذا لي وأمنا ورحمة ووقاء. أخطأ الوجد والصبا، فالتمس للصفح منهم والعفو والإغضاء. أحباب يا شيخ الحمى، أخرج لأضياف الكرام، لا زلت مقصود الرعاب مفضلا بين الأنام. مرحبا بالكرام أن يكونون، فبيت رحب ورب كفي. ادخلوا آمنين. عنك مساء أيها الكابر الأشم الأبي. من أقيسا أرى وهذا عتيق وذريح؟ هيا الوسائد، هيا. إنني وافد الحسين إليكم. كرم الموفد النقي التقي. يا رسول الحسين، مرسلك الآمر فينا والقائم المرضي. لك عندي مكانه، أنت مجلاه علينا ونوره القدسي. كل أمر يجاب لابن رسول الله، مر إنني المطيع الحفي. ذاك قيس كرب الحسين المفدى، وله عنده المكان العلي. إنه لا مراء كفء للبنى، حسب باذخ وفرع ذكي. أي قول هذا الذي جئت تلقيه؟ لا تهج لاعج الجوى المكظوم. أيحيط الحسين بالعطف غرا؟ أيجيب الحسين سؤل أثيم؟ بل يجيب الحسين سؤل رفيق وابن أم قد أرضعته رؤومي. لو أطاق الحسين جاء، ولكن عيق عن ذاك بالمهم الجسيم. قال سر للحباب فاسأله بالله وبالبيت والوداد القديم، وترجل إذا بلغت حماه، واخلع النعل في رحاب الكريم. قال وابذل له رجائي ونص بعض هذا، فقد أثرت كلومي. أزواجا وقد رمانا فأصمى؟ مطلب ما أرى إليه سبيلا. عاث في عرضنا وأغرى بنا التشهير في البيد أسرة وقبيلة، وعدا باغيا علينا جريئا، ما رعى حرمة ولا عث ثقيلا. وتوالى على الفتاة مسيئا،
ممعنا في كذابه ومطيلة. يا رسول الحسين، لو لم تجره لتركنا السيوف تشفي الغليلة، فاقتطفنا لعرضنا وأخذناه على ما جناه أخذا وبيلا. هو ما قلت، هذه تبة الدهر، كفانا حلما وعفوا جميلا. يا رسول الحسين رحماك، فاغفر للشباب الغضاب هذا الفضول، ساءهم أن يروا أكاذيب قيس تملأ البيض عرضها والطول، من أحاديث تستفيض وتروى وقواف تسيل فيه مسيلا. هل ترانا أهلا وأهلي للعار نلقاه بكرة وأصيلا؟ يا حباب التئد، فقد أفسد الغيظ عليك التدبير إلا قليلا، عد جليلا إلى أنات وقصد، ما أراني أثرت أمرا جليلا. إن قيسا بغى عليكم، ولكن هل عرفت الشباب إلا عجولا؟ ملك الحب لبه فأضاع الرشد منه والرأي والمعقولة. يا ابن كعب، ندري كرامة كعب، عظمت أفرعا وعزت أصولا، واستطالت على القبائل فخرا، وزكت سؤددا ومجدا أثيلا. هب فتاي المفتون قد أغلظ الذنب، فهل لا ترى الحسين مقيلا؟ إنني قد قدمت أخطب لبنى موفدا، فابذل الجميل الجميلا. جئت هذه الرحاب أسعى رسولا، ليت شعري، فهل ترد الرسول؟ لا وجد الحسين، ما شاء أمضى، ما لنا بعد قوله أن نقول. قد رضينا بحكمه وقبلنا، والتمسنا منه الرضا والقبول. لبنى تعالي أقبلي، تعالي. أنت مساء ربة الكمال، جئت بقيس مشرق الآمال، يسعى إليك في الشباب الحالي. سألت ذات الطهر والجمال، إلا أجازت خطبة الرجال ببسمة تعرب كالمقال. إن الحسين لفتاك والي وكالئ، أنعم به من كالي، وأنت عنده العزيز الغالي. ذاك وربي موضع اختيالي، من كان راعيه ففي المعالي يرفل بين العز والإقبال. يا آل كعب، أطعموا الجوعانا، وأولموا الولاء إلى الحسانا، ما جاءنا أكرم ممن جانا، حلوا به الأطهار والضيفانا. فأدركتما ما تمنيتما، ألا عشتما في ظلال النعيم وأنجبتما؟ من العم ذلك عرف لنا، فهل احتسبنا له واحتفلنا؟ هنيئا لقيس ولبنى معا، فلبنى لقيس وقيس للبنى. Hey!
قيس أحق ما نرى ونسمع أم لفقوا هذه الرؤى وجمعوا أم ذاك خداع السراب يلمع ترى أنام القدر المروع وبرد القلب فما يفجع إني توقعت وما توقع قد يلطف الله بنا فيجمع فتطمئن أضلع وأضلع وتستريح أدمع وأدمع وتشتفي موجع وموجع يا قيس هذا الرغد الممنع نسقيه من أكبادنا فيينع لبنى سل الحي ينبيك الذي كان كم رأني دامي الأحشاء والهام حملت عبئي بقلب كم أتيت له قلب ألح عليه الوجد ألوان لولا هواك وآمال حييت لها لكنت أضيع خلق الله إنسانا نكاد من بهجته لطيا ونشوتها نرى الربا أيكة والرمل بستانا ونحسب الكون عش اثنين يجمعنا والماء فهباء والأنسام ألحانا خذنا الليالي نشكوها وننكرها حتى التقينا فقد لبست لنا الآن يا ليل فاشهد واشهدي يا أرضوه هذه أماني الصبا تجمعوا نجمك في ليل حياتي يطبعوا وروحي الظمأ وأنت المشرع بلغت آمالي فمالي مصنع تتم بهذه الدنيا الغرور إن أقبلت فترقب الأحزان في صفو السرور يا قيس أنعم على مدى أعوامك قد مر عام طويل فلم تقم من مقامك تخاذلت خطواتي بل ثبتت خطواتك أكاد أسقط ضعفا إن الضعاف عدادك لبنى كفى أجلسيني فقد سئمت المسيرة قطعت بهويني مشيا وكنت جلدا صبورا أرى حنوي وعطفي قد أفسداك كثيرا ما شئت يا قيس فاصنع ألست طفلا كبيرا لبنى أثابك ربي كل صالحة عني وجازاك معروفا وإحسانا يا قيس برؤك رد العمر لي أملا والدهر مؤتلقا والعيش ريانا اليوم أنسيت أياما شقيت بها وأصبح القلب لا قاسى ولا عانى رأيت في بيتك النعمة مذللة قطوفها ورأيت العطف فينانا وددت لو ظلت الأيام غافلة عنا وهل سالمت من قبل إنسانا لبنى فديتك هل ما زلت ناعمة كثابت في العهد أم تخفين أشجانا أكاد أبصر حالا غير راضية كأنما بعض أنس العيش قد بانا يضيق صدري بما تلقين من عنة وما تذوقين من أبوي أحيانا يا قيس
كل بيوت الناس حافلة بعارض من خلاف جل أو عانى، فلا تبيتن مشغولا بتافهة من الأمور ولا تجعل لها شانا. ما دمت لي فالدنيا تحمو بأنعمها علي حتى كأن الخلد دنيانا. صحبتني حججا خمسا سعدت بها، ما قل حبك يا لبنى وما هانا، ما زادني قربك الحاني سوى ولهن، كأنما ضم للنيران نيرانا. إن أنسى لا أنسى هذا العام برك بي، والداء يملأني نفسا وجسمانا، وما رأيتك والأدواء تفتك بي إلا وزودتني صبرا وإيمانا. كم من تباريح ليل اتتكتمها كيما أقرى، وقمت الليل سهرانا، وأنة لم تزل فيك حائرة حبستها فاستحالت في نيرانا. أخشى عليك بكاء القلب خالية، قد يدمع القلب دون العين أحيانا، فإن أجاب لي الرحمن أمية إذا أجازيك معروفا وإحسانا. رويداكما أيها العاشقان، أما تسأمان الصبا والغزل؟ ألم تنسيا بعد صيد الدموع وخفق الضلوع ونحن الحبل؟ أليس لهذا الهوى آخر؟ لعمري فذاك الهوى المفتعل. داع العاشقين وكف العدل، فما العيش إلا الهوى والأمل. لقد عرفنا نعيم الحياة وغيرهما فاء رأيا وضل. تعرض بي ظالما في الحديث لأنك زوجي كفى واكتمل. أتذكر أنت نعيم الهوى ونجوى المحبين؟ يا للخجل. تحدثني لا لأنس الحديث ولكن لتفتح باب الجدل. تحب ولكن لذيذ الكرى، وتهوى ولكن شهية الأكل. ظلمت مطيعا بما سقته وجرت، وأي لعوب العدل جهرت بشكواك من هجره، فهل تغفرين إذا ما وصل؟ بالباب عراف سلع. إذا له في الحضور. إني لعراف سلع يا قيس جد شكوري، ولاك غير ضنين بفنه الموفور، ولم يقصر علاجا على ممر الشهور. سلام، كيف أصبحتم؟ على أحسن ما نأمل. مشيت اليوم في الدار فلم أسقط ولم أحمل، أراني عدت للدنيا، تعالى المنعم المفضل. وعاد اليوم للشعر وللوجد وللحب، سمعناه يناديها بلحن من دم القلب، تنافى أنه زوج فأبدى لوعة الصب، رياء يعلم الله وكذب أيما كذب. فعاد الله حاسب كل داء، أرى قيسا تألق كالصبا، برئتا فأشرقت لبنى وقرت وعادت للنضارة والنضاح. أسألك الجميلة، وددت أني خرجت لحينا وبني أبينا، سألتك مرة فصددت عني لأنك كنت بين الهالكين. تمتع بالحياة اليوم واخرج إلى أطرابك المتشوقين. يا قيس، خذها من أبيك صريحة، لا ظالم فيها ولا هو مجحف، إن شئت فاختر والديك كليهما، أو شئت فاختر فذاك الموقف. أبدا، أظنك لا تجده، فليس في قدس الأبوة غلظة وتعسفه. أبدا، أتنزع أضلعا من أضلع؟ أبتي، أتحرق مهجتين وتتلف؟ يا قيس طلقها، فإنك واجد أخرى تقر بها وربك مخلف. ما ردوسي وأنت يا عم التئد، خاف حسابا فادحا وعقابا. أشقى الورى
من فض شملا جامعا أو بات ينعق في البيوت غرابا حيث أبر بوالديه فأمسكا. ما كان يغضب والديه كريم. يا قيس، مال أبيك مال غامر وصراؤه في الكابرين عنيم. يا قيس أنت وحيدنا، فحياتنا ليست إذن إلا عليك تقول. فلئن قضيت بغير ما خلف هوى بيت له التبجيل والتكريم. يا قيس طلقها ودونك غيرها، هيهات تصلح للرجال عقيم. تريث، بل تريث أنت. لست أم من أراه حصل شيخا لم يلد سواه، وحقر الثدي الذي غداه. الله في نعيم يا المنهار. آن وقت الرحيل يا قوم، فامضوا فالمطايا مزمومة والعيس. ودعوا الحي من بني الليث، ما نرحل إلا وودنا مغروس. لا يبيع الرجال إلا دني، أو يرد المعروف إلا خسيس. هذه يا حباب كبرى المآتي، ليس من دافع لها أو آتي. منزل كان آمنا مطمئنا ومقاما للبشر والإناث. فتراءى فيه لقيس ولبنى كل يوم مواكب الأعراس. مشت الحادثات فيه فلم تتركه إلا كالأربع الأدراس. إيه يا قيس، أي بؤس تذوقت وأي الخطوب بت تقاسي. ويك، ماذا تقول؟ ماذا بقيس؟ أي بؤس يلقى وأي شقاء؟ أتراه يبيت يصطنع الوجد على ثعلة له شنعاء؟ بيديه يلقي بأبياته النار ويشكو، يا للكذوب المرائي. يا ابن كعب، أراك تظلم قيسا، إنه أجدر الورى بالرثاء. سامه الخس فادحا أبواه، يا لظلم الآباء للأبناء. أقسما جاهدين أن يهزر الحي جميعا ويخرج للعراء، وأقاما يعرضان لحر الشمس جسمين آذنا بالفناء. ثم زادا فأوشكا يقتلان النفس جوعا وأمعنا في الهذاء. ورأى قيس أن يهيئ بالصبر سبيلا لدفع هذا البلاء. لم يقدر أن الكراهة والغيرة والحقد ما لها من دواء. هكذا يا حباب حطم قيس قلبه بين ضحوة ومساء، ورمى عشه السعيد ببين وشتات في ساعة النكراء. مطيع، ما وراءك يا مطيع؟ ورائي البث والخطب الفظيع، ورائي مستطار اللب باك تحير في محاجره الدموع. وقلت له ابتئد يا قيس واصبر، فقال وهل تراني أستطيع؟ أيصبر عن فجيعته لذيغ جرى بدمائه السم النقيع؟ أما آن الرحيل فقد أتمت على اسم الله أهبتها الجموع، فهل نبقى لنسمع ترهات وأنباء تزخرف يا مطيع؟ حكمنا غرب أنفسنا طويلا وأخشى الصبر ينفد أو يضيع. صدقت ولم تقل إلا صوابا، فهذا الحزم والرأي الجميع. سلام يا بني ليث بن بكر، فإن الركب آن له الرجوع. فقيل تراه في أقصى الطريق، فهل نبأ لدى الأخيار عنه؟ تعالى الله يا ابن أبي عتيقي، أتيت تريد لقيا قيس ليلى وقعت على طلابك يا صديقي. أتيت أطلب قيسا واحدا فإذا قيسان يعدل كل منهما جيلا. جهلت يا ابن عتيق ما نكابده، نحن المعاميد في الدنيا المجاهيد.
معذبون، فلا الأشجان هادئة عنا ولا منهل الآمال مورود. يا صاحي، نحن ضحايا الدهر، لوعتنا للناس سلوى وترويح وتغريد، ومن عصارة قلبينا ودمعهما راح تساقته في أثمارها البيد. يا صاحبي، أقلا من نحيبكما، أتيأسان ولطف الله منشود؟ فقد تكونان والدنيا مواتية والدار حالية والعيش محمود، وقد تكونان والأقدار محسنة والظل ظل اجتماع الشمل ممدود. من صاحب الأينق في الكرام والخيل في الحديد واللجام؟ تلك التي أبصرها أمامي. عفوا، نسيت واجب السلام. سلمت في الكرام والأمجاد، تلك نياقي قد ملأنا الوادي، وهذه الجياد من جيادي، هل مطلب للمفضل الجوادي؟ رأيت مهرا ها هنا قريبا، شريته إن شئت أن تجيبا، فمر أؤدي الثمن المطلوب. أقسمت إن قبلت أهديناه. هذا لعمري كرم آباه، هل لا تبايعنا هداك الله؟ خذه إذا بثمن فرضاه، بورك فيه لمن اشتراه، فأمضي شاكرا لك من كريم يسير الفضل حيثما شاء وصار. لحي كثير ابن الصلت فاقصد غداة غد تكن ضيفا وجارا، نؤدي ديننا ونطيب نفسا ونولي الفضل والمنن الرضا. تعالوا إلى خيمتي يا رفاق، ففيها لنا مجلس حافل، تعالوا ننل من شهي الحديث فقد شاقنا الثمر الفاضل. هذه، وهل هذا هو الربع المراد؟ أرى بعض الشباب هنا جلوسا، فسلهم عن كثير يا زياد. أتلك ديار بني الصلت؟ هذه دياره، مرحبا بالبدور. فأين بيوت كثير؟ فقد وفدنا إليه لأمر يسير. فهذه بيوت الأبي الكريم، ولكنكم ما أقمتم ضيوفي. شكرناك من سيد مفضل يلوح عليه سنى أصله، وددنا لو أن أجبنا الأغر فمنا إلى الرحب من سهله، ولكن قدمنا على موعد نجيب كثيرا إلى سؤله. على الرحب في داره تنزلون كأنكم الصيد من أهله. يا ربة البيت، أضياف غطارفة من كل أبلج رحب الباع مغواري، قومي إليهم وهي غير وانية ما تبذلين لأطياف وزوار. حلوا على الرحب في أن ومكرمة، دارا موسعة للضيف والجار. أتسمعون؟ فهذا الصوت أعرفه، من ربة الدار؟ هل أفصحت يا حاري؟ يا وهب، بل صوتها ما أخطأت أذني، وما ولى القلب عن نذري وإخباري. أجئت به الله في هالك
يا قوم منهاري. ماذا أصابك؟ ماذا ربي حل به؟ يا قيس أدركه في رفق وإيثار. أحس نفسي قد ناءت بما حملت شعابها من جليل العبء جباري، وبات يهتز قلبي في أضالعه كأنه طائر في مثل بيضاري. النار في مهجتي والجمر في كبدي، وقيل لي اصبر وما صبري على النار. قيل لي اصبر وما صبري على النار. النار النار. لبنى لبنى. قيس فاثبت وتماسك. أجلساني واسقياني، ما أراني غير مدفوع لحيني، ما أراني. قيس، هذا الماء فبرده به حتى يفيق، واسقه واحن عليه وكل الخل الرفيق. هات يا لبنى فما أحسبه بالماء يروى. قيس، هذا ماء لبنى. فتماسى. لست أقوى، أبصر البرأة وما أستطيع للبرأة دنوة. يا ابن وهب، من الفتى؟ أفلم تعرفه يا حاري؟ إنه ابن ذريحي. أنا من نال نفسه بيديه ورماها للبث والتبريح، النعيم الذي أضعت نعيمي، والصروح التي هدمت صروحي، والدموع المدفقات دموعي، والجروح المغرورقات جروحي. إيه لبنى، أما لصفح سبيل؟ أيسر الصفح لو علمت مريحي. أنت روحي، وما إخالك إلا تعلمين اليقين أنك روح. ويك يا قيس، إن للزوج حقا، ما أرى ما نطقت إلا نسيبا. أنت جار لزوجها، فمن السداد ألا تقول قولا مريبا. يا ابن وهب، ماذا يريبك منه؟ تلك والله نفسة المصدور. هل تعدون صرخة المحرق الموجع إثما أم أنة المهجور؟ ليس هذا مقامنا يا ابن وهب، فامض نبلغ بما شهدنا كثيرا، قد يرى رأيه فيحسن حالا لا أراها ترضي ويدفع شرا. Thank you.
لقيا كفر الدهر بها عن تباريح الأسى والحزن. يا أخي قيس، ظلمت الدهر، ما رابني دهري ولا روعني. يخطئ الناس، فإن حاسبتهم نتبوا أخطاءهم للزمن. عشت من بعدك لبنى ساهما، دائم البث صريع الشجن، بين أضلاع يباك نازع، عاش مذ بنت غريب الوطن. خنت ميثاقي زوجا خاسرا، غير أني عاشقا لم أخد. كيف شيخاك؟ أمي وأبي يقطعون العمر علينا كراما. أمقيمان على عهدهما يملآن البيت عدلا وسلاما؟ خطأ الشيخين لا أنكره، من من الناس عن الظلم تسامى؟ ندموا فاستغفر الله لهم، إن للنادم حقا وذماما. ولقد هموا بإصلاح الذي أفسدوا، لولا حديث قد تراما. قيل زفت لفتى من كندة ملك القلب عليها والزمام. ما أظن الله ينجيهم وإن قطعوا العمر صلاة وصياما. دع الماضي يا لبنى، فقد كان الذي كان، مضى في ذمة الدار، فما تجدي شكاوانا. إذا فلنطوي ما فات، ألا ولعش الآن. وكيف وذلك الماضي تساقط من حنايانا، هو الروض الذي صوح والعمر الذي هانا، هو الحلم الذي ولى كأن الحلم ما كان. أراك شغلت بالماضي فلم تستخبري عما. سلي قيسك يا لبنى عن الحي وما ضم، سلي عن ربعك الباكي وعن أبياتك الكلمة. فما تالت مغانيها تريق المدمع السجمة، تكاد تذوب من شوق إلى من زالها قدمة. عجبت لقوله هذا وأعجب منه جرأته، أما ينفك يذكرني وفي مغناه زوجته؟ أنا زوج فتى سمح وأنت لحرة زوج، لك النهج الذي آثرت يا قيس ولي نهج. كلا نختار وجهته، فلا تأمل ولا ترجو. فديتك يا لبنى على العتب والرضا، بنفسي وأهلي والفداء قليل، فهل لي من أعطاف صفحك موضع تقول دموعي عنده وأقول. وأسترجع العهد العني الذي مضى، ولم تشف منه لوعة وغليل. وقالوا تزوج ربما قر هائم، وأكثر مفتون وصح عليل. فأزعنت مأخوذا وأقدمت ذاهلا، وقلت أيرضى مرتين قتيل. جنيت على سنتين يا قيس ظالما، وكل ظلوم محضر فمسول. تنكرت للأولى وأشقيت أختها، فذاك طراز في الوفاء جميل. ولما أراد الله بي الخير ضمني إليه مهيب في الرجال نبيل. وإن كثيرا كابر وابن كابر، وأدلج صياد اليدين منيل. بنى بي وعرضي مضغة في فم الدنا، يجول الورى في قدسه ويصول. فلم أر أقصى منه ودا ورحمة، ولم أر أوفى، والوفاء قليل. حسبتك يا لبنى تقيلي معثرتي، فإن كريمات النساء تقيل. سأرحل يا لبنى، فإن غشاوة على القلب كادت تنجلي وتسول. لبنى تفجرت عنفا. وددت لو كنت أعنف، لو كنت تعلم ما بي نسبت لي حلم أحنف. أنا لو سقت له القول نصالا وأسنة، لم أرح صدري من الغيظ الذي كان أجنه. اصطنع يا قيس صبرا، إنني أعرفهن، إن للنسوة جهلا وهوى يملكهن. خلق ركب فيهن فواتى طبعهن، لا ترع مما تراه وتنظر رجدهن. طابع النسوة فاعلم
يتمنعن وهن. أهلا بأضيافي كرام العرب من كل شهم مبدل ولذي. عرفت ما كان من ابن وهبي. لبنى، ألا عرفتني بالصحب؟ هذا أبو المهدي قيس عامري. أهلا به من سيد وكابري وشاعر يضرع كل شاعري. وذا زياد، رحي وحيه، صاحب قيس وأمين وحيه. كثير، هذا ابن أبي عتيق. أهلا بترب الحسنين أهلا، هبطت رحبا ونزلت سهلا. وذاك قيس بن ذريح لا جدل، لم عليه البهر منك والخجل. أهلا بفخر ليث بن بكري. لبنى، أعدي غير صاغرة للقوم ما هيأت من زادي. إن تكرمي لبنى وفادتهم فجوادة من بيت أجوادي. إن حول الكرام بذنا وجزرا شرف الحي بالضيوف الكرام. عتيقه، هذه فرصة تنقذنا لو تغتنم. هيأها الله لنا والله فياض الكرم. هل لا تحدثتم له في عارض من الكرم؟ قد تقع المعجزة الكبرى إذا الله قسم. يا رب شمل بدد عاد فضم فالتأم. لم تعد ما خالجني يا قيس، فلنعرض له. ترى أيلقي ثمره لقولنا؟ لعله، بل قد نفوز بالمنى إذا هزستم نبله. فأبعد العزة بالإثم وأدنى عقله. ساعة الفصل هذه بين موت وحياة، فما أطيق بقاء. ادعوني يا زياد، ذاك مكاني، رأيت الأمور تجري رخاء. كثير، هذا مجلس ضمنا كدر لم يدع له داعي. عناية الله التي لم تزل تنتظم القاعد والساعي. ما سقت إلا خاسرا عن لي، فلنمض بالأمر لأهدافه. إن الذي جمعنا قادر أن يرجع الإلف لأولافه. أكاد لا أفهم ما قلتما، لكنني لم أعي عن حظه. إذا مقال المرء لم ينجه فالخير كل الخير في حظه. بل أفضل الخلق فتى مفضل، أكمل أنس الخلق من أنسه، وأكرم الناس على ربه من آثر الناس على نفسه. كثير، هذا ابن ذريح، فهل تعرف ما يلقاه من دهره؟ في وحشة يحيا، وفي ظلمة حياة مغلوب على أمره. قد غص بالسائغ من عيشه، وضاق بالمبسوط من عمره. ما زال يصبو لمنى نفسه حتى رآها في يدي غيره. ماذا تراني فاعلا يا أخي؟ أراك تلقي القول لم تدره. أخاف، والضيف له حرمة، أن يخرج الصابر عن صبره. أرى في وجهك الغيظ، فقد لاحت بوادره. حسبتك تفهم القلب وتدري ما مشاعره، وترعى حرمة الحب إذا عفت سرائره. ألا تألم للروض إذا جفت أزاهره؟ ألا تبكي مع الباني إذا خلاه طائره؟ ألا تحزن للربع هوى واندك عامره؟ ألا تأسى على الأنس عفا وانفض ثامره؟ كثير، فاسمح حجة وفاتني في قدرها.
لبنى لديك لم تزد عن زوجة كغيرها، أما لقيس بن ذريح فالدنا بأسرها، هي الحياة عنده بقدسها وسحرها وجنة بزهرها وخمرها ونهرها. نطلب عدل العقل والرحمة من مقرها، فاجنح إليهما تفز بشكره وشكرها. تحدثت عن قيس فكنت سفيره، وخير سفير للصديق صديقه، فعميت أحيانا وأفصحت طارة، ومثلك بالقول السري خليق. تحدثت عن لبنى، ألبنى غنيمة بما جئت ترويه لنا وتسوق؟ حلفت بليلى يا كثير، ودونها تهائم ماء تنقضي ونجود، فما جحدت لبنى نعيما أفضته عليها، وفي بعض النساء جحود، وما نطقت إلا ثناء، ولم تزل بفضلك من بين الأنام تشيد، وتذكر ما أوليتها من رعاية وعرف فتزجي شكرها وتعيد. لئن كان حقا ما تقول فإنما شفيت إذا نفسي وروحت عن صدري. كثير، فإني أفقه الناس في الهوى، أحاط به علمي ودلله خبري، فإن تكن لبنى آثرتك بما ترى من الود والمعروف والحمد والشكر، فإن هواها في فتى من كنانة أصابت به خلد الأحاديث والفكر، هواها بقيس لم يزل أول الهوى وآخره رغم القطيعة والهجر. أعيذك أن ترضى لنفسك منزلا تراوح بين الحق والظلم والكبر. كثير، أتهواها؟ فإني أجدها وأصدقها ودي، وأعتدها ذخري، وأكبر آلاء لها وخلائقا ترف رفيف الدر في نسق الدر، وتملأ بيتي أنعما وبشاشة، وتطلع في أبهائه مطلع البدر، وأثني كما تثني الرياض على الندى أفاض على أكمامها قبل الفجر. كثير، فخيرها، فإن كنت فاعلا تخففت من عبء الضمير مدى الدهر. رأيت صوابا يا عتيق، فإنني حزمت على ما قد عزمت به أمري. كثير، أتدعوها؟ لبينا، فأقبلي، تعالي. تخاذل صبري عنده وجلالي. لبينا، خذي في الأمر لا تطوفي به. فما لي بهذا يا كثير يداني؟ أتبكين يا لبنى؟ بكائي براعة إلى الله، يهدي حيرتي وهيراني. أردني صروف الدهر فيما حسبته نعيمي من الدنيا، فكان هواني، وأقصى ما يرعى الود والعهد جهده، فلما احتواني في يديه رماني، وعطيته صرفا من الحب والوفاء، فجرعني هم الدنا وثقاني، وأسيته حتى هيأ الله لي فتى شفى جرح نفسي محسنا وشفاني، فكيف أجازيه كنودا وبغضة؟ إذا هان بين الفضليات مكاني.
بينا أحق ما أراه أم هي المنى تصور لي والوهم هذه مرائيا فهل رجعت أيامنا تحمل الهوى إلينا كما كانت وتبدي أماليا صبرت على الأحداث حتى تكشفت وإن خلفتني موهن العزم فانيا لك الله لك الله لك الله من رام أصيب بما رمى ومجرم نار بات للنار صاليا وجان عتان السين لستك منهما فيا لك مجنيا عليه وجانيا لقد أشرق الدهر الذي كان ساديا وقد أورق العمر الذي كان زاويا وقد يسمع الله الشكيتين بعدما يظنان كل ظن أن وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل ظن ألا تلاقيا وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا العربي. قدمنا لكم قيس ولبنى للشاعر عزيز أباظة. قامت بدور لبنى كريمة مختار وقام بدور قيس عبد الله غير.